بإذن الله كل البلاد بترجع لنا مرة تانية إن شاء الله. يعني يمكن الصور اللي احنا شايفينها على الشاشة أبلغ دليل على اللي بيحصل داخل مطارات مصر، وده خلى إن في ثقة كبيرة للإجراءات اللي بتتبعها مصر بالنسبة للوافدين إليها. وكانت هذه الثقة وهذه الإشادة من منظمتين، منظمة السياحة والصحة العالمية، لأن هم دلوقتي شغالين بارالل مع بعض، يعني بشكل متوازي مع بعض. وده يقول لنا ان احنا داخلين ان شاء الله ان شاء الله على موسم سياحي اتمنى ان شاء الله انه يبقى افضل من اللي فات، خصوصا يمكن احنا بنتكلم لما داليا بتقول بداية استقبال الطائرات للغردقة ومرسى علم، احنا خلاص بدينا على الموسم الشتوي. الموسم الشتوي بتبقى له مناطق معينة، حتى لو السياحة الشاطئية بتبقى بقى مرسى علم، الغردقة، شرم الشيخ، طبعا في الأقصر، في أسوان، السياحة الثقافية، يعني احنا عندنا مختلف أنواع السياحة، وأيضا خليني أقول مختلف الجنسيات بيجوا على مصر، رغم إن جائحة كورونا ما زالت يعني آخر التقارير في بعض الدول الأوروبية ابتدت الأرقام تتصاعد تاني، بس احنا الحمد لله حتى هذه اللحظة احنا تحت السيطرة وكل حاجة تمام. برضو عايزة أقول إنه الإشادة اللي قالتها منظمة الصحة العالمية وأيضا منظمة السياحة العالمية للإجراءات المتبعة بداية من ساعة ما بينزلوا من الطيارة، بيركبوا الأوتوبيسات والحافلات، كل الإجراءات الاحترازية متبعة بشكل كبير جدا. نيجي بعد كده ندخل على الفنادق، عملية التعقيم سواء للغرف، للمطاعم، للأدوات اللي بيتم استخدامها، للشواطئ، للحمامات السباحة، إجراءات احنا حريصين على اتباعها بكل حزم لسلامة السياح وسلامة المواطنين برضو اللي بيتعاملوا مع السياح. طبعا يا رشا، بعدين انا بعتبر برضو ان ده انجاز كبير لينا ان احنا نشوف دول سمحت لمواطنيها انها ترجع للسياحة في مصر وتقدر تسافر لمصر وتقعد فترة طويلة في مصر، فده يدل على ان احنا واخدين بالنا كويس وبنحاول دايما ناخد بالنا وان احنا بنحافظ على الجو الامن اللي الناس كلها تكون موجودة فيها، لان السياحة بالنسبة لنا جزء اساسي في حياتنا. عايزه اقول لحضراتكم من الدول اللي سامحه المواطنين يكونوا موجودين زي اوكرانيا مثلا، بيلاروسيا، بلجيكا، صربيا، كل الدول دي، وفي عدد تاني من الدول سامحين للمواطنين ان هم يكونوا موجودين عندنا، والرحلات الحمد لله موجوده بصفه مستمره ومنتظمه لمصر علشان عندنا الحمد لله الجو اللي يسمح ان هم يكونوا موجودين. عايزه اقول لحضراتكم كمان ان السياحه الاوروبيه بتمثل 75% من السياحه في مصر، بينما السياحه العربيه تمثل نسبه 2%. دايما مصر بتحاول تهتم بكل التفاصيل، والحقيقة ان احنا بنحاول نمشي في كل الاتجاهات علشان العجلة تدور مرة تانية ومصر ترجع بخير مرة تانية، وده عبء علينا كلنا مش على الدولة لوحدها، لازم كلنا نتكاتف علشان نشوف ده ومصر ترجع زي الاول واحسن ان شاء الله. بس برضو احب اقول يا داليا نقطة مهمة جدا، ان احنا مش عايزين نحمل نفسنا اكتر من اللازم. يعني انا امبارح كنت بتابع بعض التقارير العالميه، يعني حركه الطيران فيها خساره كبيره جدا على مستوى العالم، يمكن بتصل ل 85 مليار، وهم مش متوقعين ان الحركه الطيران بشكل عام هترجع تعود الى طبيعتها الا على 2024. يعني احنا لسه قدامنا شوية عبال ما نرجع لطبيعتنا، لكن ان شاء الله يعني نتفائل خير، وبإذن الله على قد اللي متاح نقدر يعني نمشي. تعال